ينضم إلينا بشار مراد الآن المدير التنفيذي للهلال الأحمر الفلسطيني في غزة. سيد بشار، هل هناك من معلومات جديدة اليوم عن مصير هذه الطفلة أو مصير طواقم الهلال الأحمر الذين ذهبوا لإنقاذها؟ طبعا للأسف حتى هذه اللحظة لا يوجد أي معلومة عن مصير الطفلة هند وليان، بالإضافة إلى طواقمنا التي توجهت لإنقاذ طبعا هذه الأسرة التي تعرضت لإطلاق نار مباشر. السيارة كانت تحتوي على 7 أشخاص، الأب والأم بالإضافة إلى 4 من أطفالهم وبنت عم الأطفال. طبعا تم استهداف السيارة في المرة الأولى، استشهد 5 من الطواقم أو من ركاب السيارة، وهو الأب والأم و3 من أبنائهم. تواصل معنا الأطفال ليان وهند مباشرة عبر أقارب كانوا متواجدين عندي هنا في مركز أسعاف رفح، وتحدثنا معهم، وطبعا حولنا المكالمة والاتصال إلى المقر العام في رام الله لعمل تنسيق عاجل عبر وزارة الصحة في رام الله، بسبب أن الصليب الأحمر رفض التنسيق لإخلاء هذه الإصابات. بالفعل حصلنا على ضوء أخضر تقريبا بعد أكثر من 3 ساعات، والجيش الإسرائيلي حدد أيضا الطريق التي يجب أن يسلكها طواقمنا، طواقم الإسعاف، من مستشفى الأهل العربي إلى منطقة تل الهوى. تم مشاركة هذه الخريطة مع طواقمنا والتزموا بالتعليمات، وكنا نتواصل أيضا مع الطفلة هند وليان أثناء طبعا فترة التنسيق. وفجأة طبعا هناك تسجيل صوتي قام الهلال بنشره أثناء هذا طبعا التواصل مع ليان. تم إطلاق النار بطريقة مباشرة على الطفلتين، مما أدى إلى استشهاد الطفلة ليان وبقيت هند على قيد الحياة. تواصلنا طبعا نحن مع هند، وتم الحصول على الضوء الأخضر، وأرسلنا سيارة الأسعار لإخلاء طبعا الطفلة هند وجثامين الشهداء والمصابين من المكان. كنا نتحدث أثناء عملية حركة سيارة الأسعار مع هند، وكنا نسألها هل وصلت سيارة الأسعار. أفادتنا أن سيارة الأسعار متوقفة بالقرب من الدبابة الإسرائيلية. بعد ذلك فقدنا الاتصال مع طواقمنا الذين أيضا كنا نتواصل معهم، فقدنا الاتصال بالكامل معهم، وفقدنا الاتصال مع طفلة هند. حتى هذه اللحظة نتحدث عن 18 ساعة نحن لا توجد أي معلومة عن الطفلة هند وطواقمنا التي وصلت إلى المكان. وأفادتنا الطفلة هند أنهم وصلوا إلى الدبابة التي هي أطلقت النار على السيارة. يعني نحن نخشى على سلامة طواقمنا ونخشى على سلامة هند. حتى هذه اللحظة لا يوجد أي معلومات. المنطقة منطقة عمليات عسكرية إسرائيلية، لا يسمح لسيارات الأسعاف الوصول إلى هذا المكان إلا بالتنسيق. نحن قمنا بالتنسيق، وكان من المفترض السماح لطواقمنا بالوصول لإخلاء المصابين والشهداء من هذا المكان، ولكن ما حدث هو تشويش على الاتصالات. فقدنا الاتصالات، حتى هذه اللحظة لا يوجد اتصال مع طاقمنا مع هند، لا توجد أي معلومات من المؤسسات التي قامت بالتنسيق لطواقمنا للوصول. الأمر مجهول حتى هذه اللحظة. نحن نحاول التواصل مع كل الجهات لمعرفة مصير طواقمنا ومصير الطفلة هند. هل هناك قنوات تواصل أخرى من الممكن سلكها الآن، يعني للوصول إلى القوات الإسرائيلية لمحاولة معرفة مصير الطفلة؟ يعني في هناك عدة قنوات. نحن تواصلنا مع طبعا بالبداية مع المقر العام في رام الله ليقوم بدوره بالتواصل مع وزارة الصحة، بالإضافة إلى منظمة الصحة العالمية والأوتشا، مكتب الأوتشا. لكن للأسف حتى هذه اللحظة لا توجد أي معلومات من أي جهة تفيدنا عن مصير طواقمنا وعن مصير الطفلة. شكرا جزيلا لك سيد بشار مراد المدير التنفيذي للهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، ونتمنى أن تسمعوا بشكل عاجل عن مصير الطواقم الطبية التي ذهبت لإنقاذ الطفلة هند رجب البالغة من العمر 6 أعوام.